يعني بختام صباحنا لليوم سمر، رح نروح لنحكي عن جزئية مهمة وهي الحالة النفسية للمصابين بفيروس كورونا. يمكن حكينا كثير عن الغذاء، حكينا كثير عن العلاج وعن الدواء، لكن الحالة النفسية مو بس بكورونا، بأي مرض لا سمح الله هي بتلعب دور كثير أساسي. طبعا حتى بالصحة، يعني اللي من جوا عنده طاقة ونفسيته منيحة أكيد حتكون نسبة الشفاء عنده كتير كبيرة، وهيدي ما بس دراسات، هي شغلات وتجارب نحن عم نشوفها بعيننا، إنه دائما اللي عندهم صحة نفسية أو اللي عندهم دعم نفسي ممكن يتجاوزوا أي مرض وأي مرحلة صعبة من حياتهم. أكيد هالمعلومات كلها والتفاصيل رح نتعرف عليها مع ضيفتنا الدائمة، أكيد مدربة مهارات حياة سلوى عرنوس. يسعد صباحك وأهلا. صباحك أهلا وسهلا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. بالبداية إذا الشخص مصاب بفيروس كورونا، أول ما يعرف بالخبر وينقل الخبر لأهله أنه أنا معي فيروس كورونا، شو لازم يكون دور الأهل؟ كيف المفروض يتعاملوا معه بالطريقة الصح؟ لأنه الدعم النفسي كتير مهم. تمام. هلأ أول شيء فكرة كتير مهمة حكيتيها، أنه الصحة النفسية رقم واحد بأي مرض. أحيانا الإنسان ممكن يمرض مرض الموت بوهم المرض ويكون ما عنده شيء. هو القصة أنه الصحة النفسية هو ما حيلحق يوصل لعند أهله إذا عنده أبو حالة نفسية، فنحن يا ريت يخبر أهله بشكل أنه هو إذا شعر بهذا المرض فورا، إذا ما عنده هالوعي يوصل لمراحل متقدمة بالمرض، وممكن يكون أساسا ما عنده المرض وهو ينوهم أنه حرارته ارتفعت وصارت عنده هالمشاكل. فبالدرجة الأولى لازم نعرف أنه الصحة النفسية رقم واحد ممكن تساهم بأنه أنا أشفى من هذا المرض. فأنا لما بخبر انه انا صار معي هذا المرض، اول شيء بيواجهه هذا الشخص الرفض والخوف من مواجهه عائلته والمجتمع، وكانه هو صاير معه شيء معيب او شيء مثير للعار. هو مرض مثل اي مرض اخر، ولكن بسبب انتشار هالمرض والاخبار الكثير حول هذا المرض صار الشخص يشعر بالخوف. ليه؟ لانه هو حيكون مصدر عدوى للاخرين، فيا ترى حيتقبلوني؟ شو حتكون رده فعل الاهل؟ فبالدرجة الأولى أول شيء نحن لازم نهدي المريض، مو فورا أنه مع كورونا فورا نرجع ورا وبعد ناخذ الأمور بهدوء وبوعي. فلازم أول شيء يكون له غرفة خاصة، هالغرفة لازم يكون فيها تلفزيون لحتى هو يعني يتسلى بالوقت، لازم تكون هالغرفة قريبة كتير من الحمام لحتى هو لما بده يروح يقضي حاجته يكون هو قريب، ما حيتفتل بالبيت. مو المغزى أنه نحن خايفين وخطر، لكن هذا المرض بده يكون فيه حرص أكيد. لأنه أنا أحمي نفسي وأحمي الآخرين، هي رقم واحد. أول شيء لازم نشجع هذا المريض أنه هذا المرض هو مرحلة أنت بتمرق منها وبتخلص منها إذا اتبعت هالتعليمات الصحية والغذاء وكنت أنت بهالراحة النفسية. لكن إذا أنت بدك تفوت بهذا الوهم والخوف والقلق ويكون عندك انزعاج حتى من عائلتك، انزعاج مثلا بعض رفقاته إذا ما تواصلوا معه، يفكر بهالطريقة، يتابع الأخبار إنه شخص صار المرض 15 يوم توفى، لا، خلينا نتابع أخبار أشخاص صابن المرض وطلعوا منه. أشخاص اتعالج، ناخذ الجانب الإيجابي، لأنه الجانب السلبي بيقضي علينا. شخص مثلا، مثال آخر، شخص جاي يتعلم قيادة سيارة، إذا بيقرأ عن الحوادث أكيد ما حيتعلم، لكن تماما، لكن إذا بيكون هو عم ياخذ الموضوع لقضاء حاجاته بأسرع وقت وعنده هالحرية بطلعته وفوته حيلاقي حاله إنه بده يتعلم بكل بساطة. فأول شيء أنا لازم أتقبل المرض وأقوي عزيمتي وأقوي معنوياتي. الأهل طول الوقت انه عم تتحسن، ليك وشك منور، مو مصفر، نحفان، ضعفان، صوتك لازم نحكي مع الدكتور وضعك سيء، لا، انا بعطيه رسائل انه انت متحسن، بس مو كتير، لانه كمان بحسني كذابة، لانه متحسن، ليك وشك منور، كأنه عم بلشت الفيتامينات تعطي مفعولة معك، بلشت ترتاح أكثر. بنفتح التلفزيون أكيد مو على أخبار فيروس كورونا لأنه ولا على عدد الوفيات، تمام، بدنا نحط مسلسل، نحط شغلة تضحك، لأنه الضحك بيرفع المناعة، بيزيد الطاقة الحلوة وبيرفع مناعتنا، مناعة جسمنا. دائما الاكتئاب بيقتل فيتاميناتنا، بيدمرنا مهما كان أكلنا صحي. هي بالنسبة لتعامل الأهل. تعامل الأصدقاء،
الأصدقاء تعاملهم بيكون من خلال التواصل معه عبر مواقع التواصل ومكالمات الفيديو، لكن في أشخاص مثلا بصير معه فيروس كورونا بيحاول يورجينا أو أنه هو قوي، أنه هو متجاوز هالمحنة، بيروح بزور رفقاته. لا يعني مو هيك، لا أنك أنت تفوت باكتئاب ولا أنت تجيب الدمار للآخرين. ما بتوقع يزور رفقاته، لأنه أول ما عم تعرف الناس انه في شخص معه مشكلة، ما عم يقوم المشكلة انه في اشخاص عنده الفيروس بيحاول انه ما يحكي، هو عم يتعالج ويفكر حاله انه هو بمرحلة لا هو عم يتعالج ويفكر حاله انه هو هيك قوي، وانه انا مثلا عندي فيروس كورونا انه هلا انا عم بتعالج منه انه ايه اوكي. فنحن اول شغلة بتواصل مع رفقاتي من خلال الفيديو، رفقاتي لما بيتواصلوا معي لازم يعطوني هالطاقة الايجابية انه خليك قوي عادي، تابع التعليمات الطبيب، انا اعطي جرعه من الطاقه الايجابيه. ومثل ما قلنا انه الاهل كمان بدهم يكونوا في مسافه، بس عم نحاكي وعم يتواصلوا معه وعم يعطوه الطاقه الايجابيه. بهالطريقه اكيد هو بيقدر يعدي المرحله. لكن اذا بيحكي مع رفقاته، رفقاته يعطوه كلام سلبي ويخوفوه ويقولوا له في عالم لثلاث شهور واربع شهور ما صحت، وفي عالم رجع له، وفي عالم ماتت، وفي عالم تماما تماما هون المشكله، وفي عالم رئتها تلفت. يعني بتسمعي الاخبار السلبيه قادره انها تقضي صحيح على الانسان، يعني بدنا ننتبه كثير منيح. صحيح، يعني مثل ما حكيتي سلوى وسمر، مثل ما قلتي ايضا، اذا حدا ببيته هيك مصاب كورونا لا تروح لعنده، لا تسلم عليه. انا بعرف اشخاص مثلا انصابوا ويمكن اطفالهم ما اخذوا العدوى منهم. نحن علينا الواجب يعني والحرص، واجبنا انه نحن نحرص على انفسنا وهو ايضا يحرص على حاله. تماما مثل ما قلتي سلوى انه يكون بغرفه معزوله. هلا نحن كل يوم عبر صفحات التواصل الاجتماعي وهذا الخطر يعني خلينا نقول القاتل، بس نحن نفتح التليفون او نتصفح فيسبوك نعوات، اكيد بكورونا هو تكون الزلمه مزلوط ممكن الله يرحمه، بس انه دغري هو كورونا، او بنشوف هي عدد الوفيات هيك، معناتها المريض هون خلص، معناتها ناطر مرحله الموت. قديش ما نمسك هذا الموبايل ونحن ناخذ الاخبار من الموبايل، نحن نقرا الاخبار من الوزاره خلينا نقول او من المصدر الرسمي، قد هذا الشيء مهم أيضا. مهم. هلا خلينا، وهو مريض يفضل انه ما يقرا اخبار ابدا، يعني هو مرضان اذا بيشوف اي مسلسل كوميدي، اذا بيتواصل مع رفقاته عبر فيديو، بس يبحث عن قراءه هي الاخبار. اذا بده يفتح الفيس ويشوف سبع نعوات وقراءه عدد وفيات، انا واثقه انه هو تماما فيتامين سي اللي اخذه والاكل الصحي اللي اكله، هو حيصير يشعر انه يعني اذا قرا انه والله من الاعراض عم يصير بعض العالم عندها كمان تلبك، ما بتحس معه فيها شيء، ويصير هو عم يشعر بهذا المرض. لا مو هيك، اكيد بده قد ما في يحكي الشيء الايجابي ويشوف، يحضر مثلا اذا حضر كوميديا الضحك اللي هو عم يضحكه بيرفع الطاقه الايجابيه. تمام. اذا حد يتذكر شغلات حلوه، حكى مع رفقاته باحاديث حلوه، بعد لنا عن الفيس، مع اذا سكروا هلا بهالكم يوم اللي هو معزول فيهم بيكون كثير منيح، الا اذا كان هو شخص برافو عليه طاقته حلوه بانه مثلا والله عم يعمل بث مباشر لرفقاته ويشجعهم انه انا صح، هلا انا مريض بفيروس كورونا بس انا اهلي جنبي وانا كثير قوي وصدقوني انا ليكني شوفوني عم اقطع المرحله، برافو. اما اذا انت بتقدر تعطي طاقه ايجابيه كثير منيح، افتح الفيسبوك واعطي طاقه ايجابيه لنا ولكل العالم. لكن اذا بدنا نفتح الفيسبوك ونشوف هالعدد الوفيات واقرا وبلش اقرا شو اعراضه ولايمتى عم يضلوا مرضانين، يعني انا شفت حالات الشخص احيانا تماما بيكون هو اصلا نفس يعني هو طاقته سلبيه وهو قابل هو وهم وهم المرض كل مكان. يعني في اشخاص انه صار مع فيروس كورونا فصارت تقول لي شوفي كيف عم بصفر، شوفي كيف عم بتعب. في اشخاص قالت لي انا عديت المرحله فعلا الموضوع سلوى نفسيه، هي كلمه يا صديقتي، وعدت المرحله نفسيه، نفسيه بالدرجه الاولى المناعه اكيد مؤلم ومرض وكل شيء، قالت لي بس النفسيه، يعني انت مجرد انك تعزلي نفسك، وطبعا تكون الغرفه مشمسه، يا ريت اذا كانت حتى الغرفه كان عنده مثلا اذا كان في قدره خلفها مثلا برندا كانت على جنينه، كثير منيح، يعني بس شوي انه هو يشعر انه عم ياخذ طاقه ايجابيه. خلينا نسمع منك كلمه اخيره ونصيحه لكل حدا عم يتابعنا، شو ممكن تخبريه سواء كان مصاب بفيروس كورونا او عنده حدا
او عنده حدا مصاب بالبيت. بدنا نقول انه المرض كل انسان معرض انه يصيبه المرض، فما نخاف من المرض، لانه المرض احيانا بيكون رساله بيعلمنا الصبر، بيعلمنا القوه، بيعلمنا التحدي بالحياه. اول شيء حب حالك وحب الحياه، لانه اذا حبيت الحياه فالموت بيهرب منك، لكن اذا انت كنت انسان بس عم تستسلم، فانت اذا ما جلبت لنفسك الموت حتجلب لنفسك المرض الشديد، وتروح تضيع حياتك وتكون سبب بانك تألم الاخرين. اذا ما حاسس انك لازم تصح كرمال حالك، صح كرمال الناس اللي بتحبك. صحيح. بالدرجه الاولى تذكر الناس اللي بتحبك قد ايه بحاجتك، خلي عندك طاقه ايجابيه. اذا عديت المرض حتساعد اخرين يعدوا المرض، والدنيا دائما في امراض جديده، كل الحياه بتطور، فخلينا نحب الحياه. أكيد. صحيح، أكيد، كتير كلام حلو، إنه خلينا نحب الحياة ونحب أنفسنا من جوا، ما نأذي حالنا. أكيد. من جوا لنقدر نحن نتعافى من أي شيء. كلنا سلوى معرضين لأي مرض، ما حدا على رأسه بيقولوا ريشة. كلنا معرضين لهذا المرض، نتمنى الشفاء لجميع المرضى العاجل، وإن شاء الله هيك نكون قدرنا نوصل لهم المعلومات المهمة اليوم من خلال حضرتك. شكرا لك. شكرا لمعلوماتك القيمة، وشكرا لوجودك معنا، وشكرا لطاقتك الإيجابية اللي نشرتيها بستوديو صباح النهار.